السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. رئيس النيجر يؤكد عدم سعيه لتعديل الدستور من أجل الترشح لمأمورية ثالثة في الانتخابات المرتقبة. متضامنون مع الطلاب الموريتانيين المضربين في الجزائر يتحدثون عن ملابسات الإضراب ومستوى تعاطي الجهات المعنية معه. فريق ثانوية زمزم يفوز بنهائي شالنج بعد فوزه على فريق الإعدادية العربية بهدف دون رد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو عن سعي لتعديل دستوري من أجل الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة خلال الانتخابات المرتقب إجراؤها عام 2021. وقال إيسوفو في خطاب نقله التلفزيون الرسمي النيجيري إنه سيجري انتخابات رئاسية لا يشارك فيها، وسيسلم السلطة لمن سيختاره الشعب النيجر. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. رئيس النيجر محمد إيسوفو يعلن أنه لن يغير دستور البلاد ولن يترشح لمأمورية ثالثة في الانتخابات المرتقبة عام 2021. وعبر إيسوفو عن سعيه إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة يسلم من خلالها السلطة لمن سيختاره الشعب النيجري رئيسا جديدا للبلاد. وأكد إيسوفو في خطاب وجهه للشعب النيجري بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه لمأمورية ثانية أنه لا يعتبر نفسه الوحيد الذي يصلح للسلطة، وسينسجم مع تعهداته باحترام وتعزيز النظام الديمقراطي في البلاد من خلال إفساح المجال لمن سيخلفه على رئاسة النيجر. ولم يخف إيسوفو في خطابه حاجة النيجر إلى تقوية مؤسساتها الديمقراطية واحترام الدستور باعتباره المرجعية القانونية والحافظة للتعددية والديمقراطية. وتأتي تصريحات إيسوفو في سياق وطني وإقليمي مضطرب، فعلى الصعيد الوطني كانت المعارضة تتهمه بالسعي إلى إجراء تعديل دستوري يسمح له الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة ليظل في الحكم الذي وصله عام 2011 لفترة أطول. وعلى الصعيد الإقليمي تسعى عدد من بلدان غرب القارة الإفريقية إلى تعديل دساتيرها، ففي بنين يتصاعد الجدل بين المعارضة والنظام بشأن تعديل الدستور 90-900 وألف، وقد خرج القضاة إلى شوارع بورتو نوفو تنديدا بمشروع الدستور الجديد الذي يعتبرونه يكرس ارتهان المؤسسة القضائية للسلطة الحاكمة، كما احتجت ضده المعارضة وقدم أحد وزراء حكومة باتريس تالون استقالته على إثره. وفي بوركينا فاسو يسعى روك مارك كريستيان كابوريه إلى تعديل الدستور من أجل إعلان الدخول في جمهورية خامسة. وفي موريتانيا قرر النظام إجراء استفتاء شعبي على الدستور بعد أن صوت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ ضده. وقبل أشهر أجرت ساحل العاج تعديلا دستوريا أعلنت بموجبه الدخول في جمهورية ثالثة، وينص الدستور الجديد على إضافة غرفة ثانية للبرلمان واستحداث منصب نائب للرئيس. عقد طلاب موريتانيون سابقون في الجزائر بالتنسيق مع عدد من النقابات الطلابية مؤتمرا صحفيا في نواكشوط، تحدثوا خلاله عن ملابسات اعتصام الطلاب الموريتانيين في الجزائر. وقال منظمو المؤتمر الصحفي إن الطلاب دخلوا الإضراب منذ 11 يوما بعدما اتصلوا بالجهات المعنية ورفضت التعاطي مع مطالبهم التي يصفونها بالمشروعة. جد الطلبة عندهم مطالب مشروعة وهي صرف المنح. صرف المنح اللي بقانون اللي عند الوزارة، وصرف المنح بالقانون اللي عند السفارة اللي فهم مسؤولة عن تطبيق قوانين الوزارة. هذو الطلاب دخلوا في اعتصام اللي درك 11 يوم. وكيف قال الزميل سيدي محمد، سابق الدخول في اعتصام، لأن الاعتصامات فهم حقيقة صعبة. سابق الدخول في الاعتصامات حاولوا على أنهم يجابروا مع الإدارة المعنية اللي هي السفارة فهم،
وشرحوا لها مضامين مطالبهم. إذا ما تجاوبت معاهم حاولوا على انهم يدخلوا في اضراب عن في, 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 في اعتصام مفتوح، واعتصام له 11 يوم مستمر، واليوم هو 11 هو اليوم رقم 11 وهو يوم السادس في اعتصام عن الطعام، في اضراب عن الطعام. اضراب عن الطعام ما جاء من فراغ حقيقة، فهم الظروف مزرية صعيبة، طلبة في أرصفة بين أزقة الدار الإبراهيمي مشردين، هذا ما يخدم دبلوماسيتنا ولا يخدم صورتنا في الخارج. ومعنا في الاستوديو استاذ محمد ولي البشير الامين العام والسابق لاتحاد الطلبه والمتدربين بالجزائر، اهلا وسهلا بك. اهلا بكم. بدايه، اين وصل اعتصام الطلاب الموريتانيين بالجزائر؟ الى الان لم يصل الى اي نقطه، لان المطالب لم تتحقق. وللاسف الشديد راك اتصلوا بي عن اثنين في الطب الان، ملاحظات وصلوا اثنين في الطب. لكن هل الاضراب مستمر او الاعتصام؟ الاضراب عن الطعام الجديد عن في بعض يزداد الساعات القادمة زيادة على الموجودين. الموجودين هم 6 أيام ضاربين عن الطعام. نعم. وزيادة على ذلك تعاطي الحكومة في الحقيقة متعنت ولا هي ماشية في طريق الحل إلى الآن. والحالة عاد حالة إنسانية، 6 أيام من ضارب عن الطعام والسكن في الشارع. الحقيقة ما ظهر مولانا عنه ماشي في طريق حل بالنسبة للحكومة. والمطالب مطالب شرعية، لأن مطالب قانونية وشرعية، لأنهم كل بساطة يدوروا منحة لها إيمان تعطى ولاية جديدة، والهياسر تعطى طرق تنقيط دائرة وزارة التعليم العالي وما فيها تغيرش، تعطى له الماستر والدكتوراه، والآن ما فيها توجدت في موريتانيا الماستر والدكتوراه والتخصصات. ما عرفنا السبب اللي يتمنع منه المنحة. نفس الأزمة اللي عدتم تفكرين انتم كصحافي وكرأي عام خلقت العام اللي فايت، وهي نفس الأزمة ذا العام. نعم. ودي ما فيها طاشين بين العام الأول وذا العام. في العام الماضي ماذا حدث؟ في العام الماضي الوزارة التعليم العالي، ما مصير الاعتصام في العام الماضي؟ تراجعت عن هذه القضية. قال هذا العام في مشكلة أخرى مع أخبار منحة الماستر. في طلاب المعهد العالي، طلاب المعاهد من عام الأول ما جابوا بورسهم إلى رفك، يعني من عام عندهم بورس متأخر. نعم. وأنهوا الاعتصام في العام الماضي مع أن المنح لم تصرف. العام الماضي أنهوا على أمل أنهم لا يجوا، ولا يعني لا يجوا ما يسمى بتقرير فيه رسام المعطيال والمنح. وجاءت الراحة ورجعوا للعام، زادت الأزمة على أزمة. إذن هل هناك أسباب أخرى غير مشكل المنح؟ هناك عدة مشاكل كلها مشاكل طلابية، معاملة السفارة مثلا، لماذا يعود الاعتصام في الشارع ما يعود داخل السفارة؟ لأن أصلا قاع السفارة مقابلين قدام الطلاب، ما يدخلوا قاع في الأمور العاجية، يوقفوا يعدلوا رانكيت القدام ويدخلوا واحد واحد، فلاش قال يعود اعتصام يخلى في الشارع؟ ونختار يعود في الداخل باطل قاع صورتنا احنا قدام الجزائريين، دوما الأسئلة نعرفوا يا طرحوا انتم مالكم، خباركم هون دولتكم فيها حرب، لو نشرحوا القضيه يقولوا لنا مستحيل عاد عندكم اعتصام عدلوا في الداخل، حتى الشرطه الجزائريه تقول التساؤل، لماذا ما تدخلوا نقف سفارتكم وتعودوا في الشارع؟ علاش ما يدخلوكم في الداخل؟ نعم. اذا كيف تعاطت الجهات المعنيه مع مطالب هؤلاء الطلاب في الجزائر وهنا ايضا؟ التعاطي بالنسبه للسفاره السابق بيدخلوا في الاعتصام والسابق الاضراب، جاؤهم وطرحوا الاشكاليه عن اللجنه تاخرت الاجتماع. عقب ذاك ومشاوهما رسائل للوزارة، هم عباك عدوا وقف احتجاجي، عباك عدوا اعتصام، حد نواصلوا لإضراب عن الطعام، وإضراب عن الطعام كان آخر لحظة، وصلنا اليوم 6 أيام ما فاتت رش. بالنسبة لفهمتها تعاطي السلطات الموريتانية والجزائرية تمثل في السفارة، تعاطي للأسف دون المستوى، حتى بين أبسط حق الموريتاني باط أنه حاشاكم وأكرمكم الله أنك باطي قد يدخل السفارة، شاف جي تلفون والله باط يلحق الحمام ومانعين له، لانه ما بلخها قاع ابعد. بالنسبه للتعاطي هون يعدلوا بعض المخالطات، اولا يتكلموا لك عن السياسه، نبقى نعرف الموضوع في السياسه من منين، جميع البيانات كانت واضحه. المخالطه الثانيه يقولون تاخر المنح، هما يداووا ما هو تاخر، ما يداووا اجتماع لجنه معروفه، ولا اول ما فات اجتماع ولا طلب جديد، هي روايه كانت سيره طبيعيه ووقفتوه. هذا هو تعاطيهم هما هون، يعني يلعبوا للمخالطات.
والحقيقة هي عاد قضية إنسانية وقضية الجميع، ما ثلاث قضية طلابية فقط بين أولاد الناس، عاد لهم 6 أيام ساكنين في الشارع وضاربين عن الطعام. إذن ماذا يعني الوضع الصحي للطلاب المضربين عن الطعام خصوصا في ظل الحديث عن حالات إغماء حصلت للبعض؟ عندنا 2 من قبيل في الطب، ما باتهم طرسوا إلى راك. والحقيقة ساكنة تخلق عن حالتهم محرجة، وصدا ما حد من الأسف الشديد بعض قاعد يشوف حالته الطالب شنو حالتهم. البعض الحقيقة لا عاد بين الطب والاعتصام اللي يطيح يمشي هوك ويجيوا له ذيك الدقة ويعدوا ذيك الفحوص لو ينصحوا عنه يوقف له. هو الحقيقة قالوا لي ما هو مقفون يرد حقوق الطالب. نعم، إلى أي حد استوفى المعتصمون الشروط المطلوب تحققها لصرف المنح؟ لأي حقوق؟ للحصول. إلى أي حد استوفى المعتصمون الشروط المطلوب تحققها في الباحثين عن المنح؟ شفتي هو ذا القانون ما هو مدين الطلب، قانون معروف، قالوا 7 نقاط وقط خلق زمن بلجنة المنح أنه عاد 6 نقاط وخار به تقرير أنه 6 نقاط واخو الناس اللي جابين ذيك المنحة وطاجت عنها الحكومة ولا أتكلم حتى. عقب ذاك لجنة منح الوزارة ما تتعامل بها بين طلبت من النقابات الطلابية وها عندي كنت عدل عالمين به. عقب ذاك هكذا دوري 7 نقاط كانت خارقة، ما أنا قاعد لازم دوري اللي كان خارق يتم خارق ذي الظروف. حد نجح مع 7 نقاط حد عدى الليسانس ما عاود سنة عود عنده الحق في البورس في الماستر. حد عدى 5 عمان يعني ليسانس والماستر ما عاود سنة عود عنده حق في البورس في الدكتور. هاي دازين كوميسيون القائمة على الماستر والدكتور وهم القائمين بمويتا. نعم، وهذه الشروط متوفرة في المضربين أمام المعتصمين أمام السفارة. المعتصمين فيهم أمام السفارة فيهم شقين، فيهم المتعاطف ومضرب عن الطعام ومتعاطف مع أخوته. حوالي 5 طلبة من الله 6 وأنا كيف تهم واحدين أخرين تعاطفين معي القضية ولا عندنا منها أي دخل ولأنهم اللي سيسين لعاتي ولا لا يجلسوا بها واحدين ما علموا أي علاقة بالسياسة للموضوع، موضوع بالنسبة لنا إنساني وحق طلابي لا أكثر. نعم، سيدي محمد والبشير الأمين العام والسابق لاتحاد الطلبة والمتدربين بالجزائر، شكرا جزيلا لك. شكرا. نظمت جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي ضمن ملتقاها السنوي الثقافي 4 في نواكشوط محاضرات وحلقات نقاش حول الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والعرقي في البلاد، كما ناقشت الجمعية الوضعية الحقوقية في البلاد ووسائل تحقيق التآخي والتعاضد بين مختلف المكونات الاجتماعية في البلاد. نساهموا مساهمة حقيقية في اللي قال بحد مشكلة حقوق الإنسان وخاصة هذه المجتمعات اللي والله الطبقات الهشة عن نطلبوا منها ونحيوا فيها التحرر الذاتي، معناها نحاولوا عن نخرص روسنا. احنا دائما مشكلة عن نتوقع عن يجينا التحرر من الخارج ونساو عن احنا عندنا إمكانية عن نعدل اللي قالوا مسيرتين مهمات، واحدة تغيير العقليات. الإنسان ما تتغير عقليته ما هو لاهي يقدر يتحرر ولا هو لاهي يقدر يتجاوز ذيك النقطة المديور فيها والله اللي ندار فيها خطأ طبعا وقتعود ظلما. وبالتالي دائما نحن نهتم دائما نشعر بالدونية، نشعر عن ما نعلم مستوى الطبقات الأخرى، ما نعلم مستوى كذا، ما نلاهي نقدمه ولا نهتم دائما نحن قاعدين ندار. وبالتالي العقلية كيف تماما هاي العقلية راهي موجودة عند كل الفئات. خلد ناشطون بالمجتمع المدني في نواكشوط ذكرى اليوم العالمي لداء التوحد بإطلاق حملة تحسيس تعرف بالمرض وأعراض الإصابة به. وتقول إحصائيات أممية إن 64 طفلا من كل 10,000 طفل بالعالم مصابون بمرض التوحد الذي يطلق عليه البعض اسم الذاتوية. نتابع. اليوم العالمي للتوحد يصادف 2 أبريل في كل عام، وتسعى منظمة الصحة العالمية من خلال هذه المناسبة لتعريف المجتمعات بخصوصيات هذه الشريحة من الأطفال من أجل التعريف بحالتها المرضية وسبل التوصل إلى علاجها في المستقبل. وتشير العديد من المصادر إلى أن مرض التوحد هو مرض نفسي وعضوي له أعراض عضوية ونفسية، وهو منتشر بصورة كبيرة بين الأطفال في العصر الحديث. يطلق عليه البعض اسم الذاتوية، ويكون على شكل اضطراب شخصي يصيب الأطفال ويظهر على الأطفال ما بعد السن 2 والسنتين ونصف كما يؤثر على نمو الطفل. ونريد منكم جميعا ومن جميع الموريتانيين
وخاصة من السلطات العمومية أن تعمل من أجل أن يكون شهر أبريل كل سنة مناسبة للفت الانتباه إلى واقع هؤلاء الأطفال والسعي بكل ما أوتينا جميعا من قوة، سواء على مستوى مدارسنا وعلى مستوى مؤسساتنا التربوية بمختلف أنواعها، أن نسعى من أجل مؤازرة هؤلاء الأطفال لدمجهم في الحياة النشطة ودعمهم. ويمكن معالجة مرض التوحد من خلال المعالجات السلوكية والتي يتعلم الطفل من خلالها كيفية التصرف في المواقف، حيث يقوم الطبيب المعالج بتعليم الطفل الاستجابة للمواقف، كما يمكن معالجة التوحد من خلال معالجة طريقة نطق الطفل للأحرف، ومن خلال العلاج الفيزيائي، ومن خلال العلاج الطبيعي للحنجرة. وتقول منظمة الصحة العالمية إن التقديرات تشير إلى انتشار اضطرابات التوحد بمتوسط قدره 62 طفلا لكل 10,000 طفل في العالم، أي بواقع طفل واحد ومن كل 1,600 طفل. وتمثل تلك التقديرات عدد الحالات في المتوسط، وتلفت إلى أن بعض الدراسات الحديثة تفيد بمعدلات انتشار أعلى بكثير من ذلك. وقالت الأمم المتحدة إنها ستناقش بهذه المناسبة السياسات والمناهج التي يجري العمل على تنفيذها فيما يتصل بالوصاية والسبيل أمام المصابين بالتوحد إلى تقرير المصير والأهلية القانونية. وأضافت أن اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة تعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية الشخصية، كما أبرزت الاتفاقية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. إلى شأن الفلسطيني، حيث دعت منظمات الهيكل المزعوم إلى مشاركة واسعة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يعرف بعيد الفصح الذي يخلد منتصف شهر إبريل الجاري. وكان مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني قد أعلن في تقرير صادر عنه أن الاحتلال الصهيوني اقتحم المسجد الأقصى خلال شهر مارس الماضي أزيد من 1,700 مرة. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. دعت منظمة الهيكل المزعوم الأحد أنصارها من جمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك بدءا من الخميس القادم. وتأتي هذه الدعوات تمهيدا لفعاليات كبرى بمناسبة ما يعرف بعيد الفصح الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري. وتضمنت النشرات والمساقات التي عممت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع منظمات الهيكل الدعوة للحضور والمشاركة في فعالية ما يسمى تمرين الذبيحة بعيد الفصح يوم الخميس المقبل في منطقة القصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك الجنوبي. وتشمل البرامج المعلنة فعاليات في باحة البراق وأخرى في البلدة القديمة بمدينة القدس، فضلا عن محاولة استهداف المسجد الأقصى باقتحامات واسعة ومحاولة أداء طقوس تلمودية بهذه المناسبة داخل المسجد. من جهة أخرى، رصد مركز القدس للدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني اقتحام 1,782 مستوطنا للمسجد الأقصى خلال شهر مارس الماضي، ما يمثل ارتفاعا في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضح المركز في تقريره أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال مارس الماضي بلغت 1,782، بينهم 93 اقتحموه بلباسهم العسكري، ضباط مخابرات وعناصر شرطة إسرائيلية، و327 طالبا يهوديا من بينهم ما يسمى طلاب من أجل الهيكل، و1358 مستوطنا، إضافة إلى 34 و691 سائحا خلال العام كله. وأشار التقرير إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال مارس لهذا العام أكبر بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، إذ بلغت أعدادهم فيه 960 مستوطنا، أي أن الزيادة تأتي بشكل مضاعف هذا العام. ووفقا للتقرير، لم يسلم موظفو المسجد الأقصى من اعتداءات قوات الاحتلال واعتقالاتهم، فرصد اعتقال 15 موظفا من موظفي أوقاف القدس، بينهم 12 حارسا للأقصى. ونشطت دعوات المؤسسات الدينية اليهودية للمستوطنين باقتحام الأقصى بشكل مستمر. وتواصل منظمة طلاب من أجل الهيكل دعواتها المتجددة لاقتحام الأقصى وتنظيم حملات لاقتحامه ضمن مسار ديني محدد يسلكه المقتحمون أثناء اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك.
حلت موريتانيا في المرتبة 42 على قائمة الدول الإفريقية في مؤشر بناء القدرات الذي يعتمد على 3 معايير رئيسية هي العلوم والتكنولوجيا والابتكار. نتابع. توجت ثانوية زمزم ببطولة شالنج المدرسية بعدما فازت على فريق الإعدادية العربية بهدف دون رد خلال مباراة نهائي البطولة التي جمعت بينهما في الملعب الأولمبي بنواكشوط، ويعتبر هذا التتويج هو الثالث في تاريخ فريق ثانوية زمزم، فيما لم تفز معظم الفرق الأخرى بالبطولة إلا مرة واحدة في تاريخها. قلت لك أنا يوم قلنا تو لعبنا قال عند مولانا ما عند حد في شتو واليوم قلنا ايوا صرتك بعد لعبنا يا قاعد مكتومه من نهرب رقنا اي قالوا يا قاعد ما عندنا ماهيشان ما اسمح لنا الوقت بذاك رقنا ان شاء الله مره اخرى وعادي. ايش تقولوا زمزم؟ ايوا شنو نقولوا زمزم؟ انا بعدين نقول لنا مدى السمح وابو ذا كامل عادي ما فيش زمزم حتى انهم قلبونا نزلنا ونزلوا قاعد ما عندنا شانس تو نشكروا كوتشنا انا اول مره كل زرب تلحق فينا ما هو شيء فوتبول فوتبول هذه فردي هاد مولي غني نفلسيتوهم توف كوراج رك لين مرة خر مولي نسأيو نمشي بعيد يا مرس مانيفستاسيون بور زمزم كرادنا أول مرة كاليفوناتا ما غطى لحقنا وناتا أول بينا لحقنا فينال وطاحنا مانيفستاسيون بور زمزم ما هي خسارة الحمد لله بالنسبة أول مرة تلعب إعدادية العربية ومهنا للاعبين لأنهم من ناحية لباس بهم ما هي خسارة بالنسبة نحن اللاعبين ونهنهم حتى ونهن المؤسسة على هذه نهن ملي زمزم على الفوز بها. أشاد أحمد للكوري مدرب فريق ثانوية زمزم بتتويج فريقه للمرة الثالثة ببطولة شالنج المدرسية، واعتبر للكوري في تصريح لقناة المرابطون أن تتويج فريقه يعتبر نتاج ثمرة تحضير استمرت أشهر. الحمد لله مبارك لنفسي كالعادة وللاعبين ولزمزم العائلة الموسعة لزمزم الإدارة الأساتذة العمال اللاعبين الجماهير الحمد لله الوفية اللي وقفت معنا طيلة هذه البطولة التتويج ما جا من فراغ الحمد لله بدأنا العمل من شهر أكتوبر نحضروا ذي البطولة كنا في ظروف جيدة الحمد لله وكنا نشتغلوا كخليط نحل ما شاء الله فتبارك الله طاقم الفني كامل متفاهم بما بيناته وبالتالي اللاعبين كان عزمهم كان على انهم يحققوا ذي البطوله، كنا مباراه ورا مباراه ينزاد عزمنا خاصه عنا بدانا بدايه قد تعود سيئه بتعادل وبعد ذاك خسرنا ب3-0 الحمد لله، ورا ذاك واصلنا في سلسله انتصارات نحن الوحيدين في من ذو بدايه الدور الثاني لحد النهائي توجنا باللقب ما استقبلت شباكنا اي هدف الحمد لله ونحن مولي باحسن هجوم ب 12 هدف الحمد لله، وذا الانتصار راني والله ذا التتويج لاول مره نتوج بالبطوله المدرسيه شالنج راني هادي روح جداتي العزيزة اللي توفت وهذه جماهير زمزم بصفة عامة.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. رئيس النيجر يؤكد عدم سعيه لتعديل الدستور من أجل الترشح لمأمورية ثالثة في الانتخابات المرتقبة. متضامن مع الطلاب الموريتانيين المضربين في الجزائر يتحدثون عن ملابسات الإضراب ومستوى تعاطي الجهات المعنية معه. فريق ثانوية زمزم يفوز بنهائي شالنج بعد فوزه على فريق الإعدادية العربية بهدف دون رد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.